دلوقتي مشاهدينا جا معادنا مع موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. إعجاز ما يقدمه هو إعجاز. نبتدي على طول نشرتنا الرياضية والثمان لاعبين المحترفين اللي تم اختيارهم لمعسكر المنتخب الوطني واللي هينضموا للمعسكر يوم 19 و20 سبتمبر علشان يستعدوا للمباريات الودية اللي هتتلعب يوم 23 و27 قدام النيجر وليبيريا. والمسؤولين في النادي الأهلي وضعوا اللمسات النهائية والأخيرة استعداداً لمعسكر الفريق اللي هينطلق في هولندا خلال الفترة من 18 ولغاية 28 سبتمبر الجاري. وخلال أيام قليلة المسؤولين في الأهلي هيكونوا خلصوا كل الإجراءات اللي هي خاصة بسفر الفريق لإقامة المعسكر التدريبي. من ناحية تانية، منتخب مصر لناشئي كرة اليد تم تتويجه بلقب بطولة أفريقيا اللي خلصت امبارح في رواندا، وده بفوز الفراعنة على أصحاب الأرض بنتيجة 51-29 في الدور النهائي. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع معاكم نتائج مباراة الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا. نادي بروسيا دورتموند الألماني حقق انتصار قوي على فريق كوبنهاجن بطل الدنمارك بنتيجة 3-0، وده خلال المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسة الجولة الأولى للمجموعة السابعة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. وكمان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اكتسح فريق إشبيلية الإسباني بنتيجة 4-0، وده في المباراة اللي جمعتهم ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. وبكده اتصدر نادي مانشستر سيتي ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، واستفاد من فرق النقاط مع بروسيا دورتموند اللي فاز بثلاثية على حساب كوبنهاجن الدنماركي. لسه مع بعض بنتابع باقي الاخبار. وتشيلسي الانجليزي اللي خسر امبارح قدام فريق دينامو زاجرب الكرواتي بنتيجه 1-0 في بدايه مشوار البلوز في النسخه الحاليه من دوري ابطال اوروبا. وفريق ميلان الايطالي اتعادل بنتيجه 1-1 قدام ريد بول سالزبورج النمساوي في المواجهه اللي اتلعبت بينهم ضمن منافسات الجوله الاولى من المجموعه الخامسه لدور المجموعات لبطوله دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي. كمان ريال مدريد الإسباني حقق فوز على فريق سلتك الإسكتلندي بنتيجة 3-0 في المباراة اللي اتلعبت بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري الأبطال. بالنتيجة دي اتواجد نادي ريال مدريد في صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، وسلتك في المركز الرابع والأخير بترتيب المجموعة. أما بقى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حقق فوز غالي على فريق اليوفي الإيطالي بنتيجة 2-1 في المواجهة القوية اللي اتلعبت على ملعب حديقة الأمراء ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسة المجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا. النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي أهداف الباريس ضد اليوفي بشكل رائع في الدقائق 25 من المباراة. ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي اتكلم بشكل إيجابي جدا في المؤتمر الصحفي الخاص بفريق نابولي وليفربول عن الدولي المصري محمد صلاح اللي سبق وتعاون في تدريبه لما كان في نادي روما الإيطالي. سباليتي قال: من دواعي سروري إني أشوف صلاح مرة تانية، كنت محظوظ بما فيه كفاية لتدريبه وحكون سعيد لرؤيته النهارده.